يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إذا أعجبه شيء فإنه يقول يا صلاة النبي، فما حكم هذه اللفظة؟ لا يجوز هذا. ليش يا صلاة النبي؟ هذا دعاء ونداء، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا لا يقول يا الله؟ لماذا لا يقول يا الله ولا يقول يا صلاة النبي؟ لا يجوز أن يقول يا نبي، يا النبي، ينادي النبي، ما يجوز هذا. فكيف يدعو صلاة النبي يناديها؟ نعم.